والله ما صدق جاله جا مره يا جاله وش عاد بن عمي لجا فيمدح فمحفل الطراق انا سلم الرسل بس بدر وانا لها واستمع راع العلوم الطيبه والمعامل يمناها بين الحايله فذبحه عوايده مهبته احتاجت عليه لانه جوابه والفعل ينصحها جنته حتى ملجل يجب لك صقرها عاد فارقا عن شريحه ناصر وناصر لو وقف يعدل الميل الوجه طلق ومنطقه من رجيحه يا راعي الهدله شكل يا ما توقف لا بدا شرحه وانجع على ربعك على ماما وانت قبلها لا عيون عذرا ملحه ما يردعك يوم انت يا فارق الجيل من كان نشره وقتنا ما نصيحه هاي والله طرق عز ما حصل لك شرت بعض الوجه امنا لزيد وللمواقف مفاتن يا كم رجل الراحة امه تصيحه ايه الهواجر عزوة للمقابل